هلا اللي عندنا في المحاضرة هاي هذا الاوتبوت، وهي اذا بتتذكروا هاي السيت اب اللي كنا حاطينه المرة الماضية او لما عملنا هاي عندي البلس بي دبليو ام جنريتر، كل الذكاء والكنترول وين؟ هاي الكنترولر، هاي البرينز تبعت الهاي اللي بتحدد انه عندي قديش الموديليشن اندكس قديش ام سي. بيطلع منها اربع بلسز لان اخترتها تو ارم، هاي تو ارمز في عندي تو ارم. هلا ممكن هذا اشغله بون ارم بس بيكون باي بولر او يوني بولر، متذكرين؟ بالباي بولر بيطلع معي السيجنال اللي بتيجي هون هي نفس السيجنال اللي بتيجي هون، والسيجنال اللي بتيجي هون هي نفس السيجنال اللي بتيجي هون، بتكون هي الكومبلمنت تبعتها. باليوني بولر لا، بتصير السيجنال هاي مختلف عن السيجنال هاي، ولذلك هون طالع اربع سيجنالز. اذا طالع اربع سيجنالز معناها ايش؟ ايش بستنتج؟ انه هاي مختلفة عن هاي وهاي مختلفة عن هاي، مش هيك؟ وهاي هي الكومبلمنت لهاي وهاي هي الكومبلمنت لهاي، بس هذا لازم يكون يوني بولر. بطل واحد واربعة يشتغلوا بنفس الوقت، وبطل اثنين وثلاثة يشتغلوا بنفس الوقت، فالاوتبوت راح يكون يوني بولر، يعني راح يكون عندي بلس في اس او زيرو في اول 180 درجة، وماينس في اس وزيرو في ثاني 180 درجة، وهاي متأكد منها هاي الاوتبوت هون، إذا بتطلعوا هون الآن، هلا اللون المجنتا ايش هو؟ الفولتج، وهذا ايش أصفر؟ هذا الكارت. لاحظوا في شغله مهمه طلعوا عليها، شو بتلاحظوا؟ الانجل الشيفت او الفيز انجل ما بين الكرنت والفولتج خمسه في، مش هيك؟ لا انا اول شيء بس نشوف انه في فيز شيفت، كل موافق معي انه في فيز شيفت؟ يعني لو انه ما في فيز شيفت كان هاي بدها تبدا الزيرو تبعتها هون، وهاي بدها تكون الزيرو توب كروسنج تبعها هون، بس لاحظوا انه الكرنت لاجينج الفولتج، رغم انه الفولتج هذا الشكل العجيب، بس احنا عملنا اليمينيشن للو اوردر هارمونكس تبعته. فالفيرست اوردر هارمونيك لو حللناها هاي راح تكون هون تبعت الفولتج. فلاحظوا في الزاويه هاي، وين هاي الزاويه بنتوقع انها تيجي؟ من وين اجت؟ من الاندكتيف لود. فالمفروض اذا رجعت على اللود اللي موجود هون هيو، هذا اندكتيف لود، قديش كانت في؟ واحد وخمسه، قديش الفاندمنتال فريكونسي عندنا هون؟ 50 هرتز اظن كانت، مش هيك؟ حطينا خلينا نتاكد. هذه هون هي 50 هرتز، هاي الفاندمنتال فريكونسي مش الكارير، فاندمنتال فريكونسي اللي بالنهايه تقريبا الفولتج وصل لها. فاذا عندي الهاي 50 هرتز معناها اذا جيت اطلعت هون على هذا اللود قديش لازم تكون الانجل تبعته؟ راح تكون اوميجا ال على ار انفرس تان، مش هيك؟ اوميجا ال على ار انفرس تان. لو جينا حسبناها راح يكون عندي هذا 5 ملي هنري، الاندكتر 5 ملي هنري، فراح اضرب اوميجا ايش بتساوي؟ 2 باي في ال، اذا 2 في باي في 50، هي اوميجا اللي هي 100 باي، في عندي 5 ملي هنري 0.005، هذا راح اقسمه على ار، ار قديش عندي هون؟ 1، وبعدين راح اخذ انفرس تان اعطاني 57.5 57.5. اذا شغلنا مضبوط ايش لازم تكون الزاويه هاي؟ اللاج ما بين الفولتج والكرنت قديش لازم تكون؟ 57.5. خلينا نحاول نطلع نشوف هل هذا صحيح، يعني حوالي 60 تقريبا، 60. هلا هاي كم الزاويه؟ كلها 180، هذه تقريبا ثلثها، مضبوط؟ تقريبا ثلثها، اقل شوي يمكن من الثلث. لو طلع، لو حاولنا نعمل زوم على الواي على الاكس اكسس، خلينا نعمل زوم على الاكس اكسس، اظن هذا زوم على الاكس اكسس. اذا طلعنا هون هي عندي الزاويه، انا اخترت مش مشكله، هاي الفترة هاي 180 درجة، الفترة هاي المفروض تكون تقريبا 60 درجة أو 75 درجة، واضح؟ إذا it makes sense إنه الفيز شيفت ما بين الفولتج والكرنت صحيح، الكل فاهم كيف حسبناها؟ أيوه بس هلا هدول البلسز شكلهم عجيب بس هم فولتج مش هيك؟ لو شلت الهارمونكس اللو أوردر هارمونكس منهم عن بالهم بوصلوا فولتج الفاندمنتال، يعني لو حللت الفاندمنتال تبع هذا شوف هذه ايش الويف فورم المجنتا؟ فولتج. هل شكلها شكل ساينوسويد؟ لا. لكن لو جيت حللتها بالفوريير سيريز ايش راح الاقي فيها؟ شيء رئيسي فاندمنتال الفريكونسي تبعته 50 ساينوسويد، وراح الاقي الثيرد. انا بتوقع توقعي انه الثيرد والفيفث والسفنث انشالوا، بس ايش ضل فيه؟ ضل فيه هاي فريكونسيز، هاي الهاي فريكونسيز اتحملت عليه. هلا اذا ضل معنا وقت نحاول نعمل هذا الاكسرسايز، ناخذ هذا على فوريير سيريز، مش في فوريير سيريز موديولز، وبنحللهم ونشوف هل في ثيرد. هلا احنا عارفين انه ما في سكند ولا فورث ولا هذا، عارفين ليش؟ متذكرين ليش؟ لانه لما حللنا الويف فورم قلنا انها هي في سيمتري 90 درجه سيمتري، وكل ولا فيها كوساين، كلها ساينز، كلها ساينز، وفيش فيها غير اوتو، والافرج تبعها زيرو.
لكن هل فيها ثيرد وفيفث وسيفنث وناينث وإليفنث؟ المفروض انه ما في. هلا ببين معنى الهاي، ولذلك لما اجينا اطلعنا عليها وجدنا والاندكتر على فكره بيقدر يتخلص من الهاي فريكونسيز. اسهل اني اتخلص من الهاي فريكونسيز من اتخلص من اللو فريكونسيز، واضح فاهمين؟ لانه الاندكتر كل ما زادت الفريكونسي شو بصير؟ الاندكتيف لود الامبيدنس تبعته بتزيد، فالكارنت ما بيقدرش يمر فيها. نعم، يعني هذا لو حطينا لو باس فلتر يعني ممكن تمام لو حطينا عليه لو باس فلتر، مفروض اذا حطيت لو باس فلتر مثلا على 150 او 250 هرتز مفروض هذه ترجع ساينوسويد وفور. سؤال كويس ومنجربه هلا بنشوف. لازم تفكر بهاي الاسئله، بس لازم يتبع السؤال ايش؟ عمل. سؤالك كويس، ها بدينا نفكر، بتبدا تفكر انت بتقول هل هذا صحيح ولا مش صحيح؟ إذا انتقلت وعملت عمل كمان هلا أنت هون فهمت أكثر. أوكي هلا بنحاول نعملها بنشوف. أوكي ماشي، الكل فاهم هاي؟ فاهم ليش في زاوية هون 57 درجة تقريبا؟ هاي سببها الاندكتيف لود، وهذا بدلنا إنه معظم هاي اللي ضلت هي الفاندمنتال. الهاي فريكونسيز الاندكتر عملها، ما هو الاندكتر عبارة عن إيش؟ الاندكتر مع الريزستر وعبارة عن لو باس فلتر. أوكي ماشي؟ لساتها يعني مثلا بالفولتج لساتها شكلها عجيب، أنا عارف شكلها عجيب وعشان هيك الفكرة صعب فهمها، بس هلا بتشوف إذا أنت عملت عليها اللو باس فلتر زي ما أنت اقترحت أو عملت عليها فورير سيريز رح تلاقي انه اللو اوردر هارمونكس مشيوله منها. اوكي طيب خلينا نرجع هلا نشوف. احنا قلنا كل الاناليسيس او الكنترول رح يجي عندي من هون. هلا هون المفروض هذا يقدر يعطيني الام اي اللي هو الموديليشن اندكس، ومفروض يعطيني الام سي اللي هي الكارير فريكونسي. الكارير فريكونسي مش محطوطه كبارامتر، محطوطه كفريكونسي. كيف بطلع ام سي من هون؟ ام سي هي عباره عن 2000 على 50 مضبوط، اللي هي قديش تطلع؟ 20 40 مش هيك؟ 40. اذا ام سي عندي 40، الموديليشن اندكس بشكل واضح محطوط هون، اذا هذا الواحد هو ايش؟ هو ام اي. اوكي؟ الام ام، هلا هدول اذا بدك بامكانك تجيبهم من برا، بامكانك تدخلهم من خارج السيستم هذا. اذا بتطلع هون هلا اظن موجود هون ولا مش موجود؟ لا مش موجود، هي مضبوط موجود هي. شوفوا شايفين هاي الكبسه؟ هاي الكبسة بتقول internal generation of modulating signal. شو يعني؟ يعني السينوسويد تمام والترينجل وريفون كلهم بجيبهم من الداخل من داخل، بس انا ممكن اجيبهم من الخارج. فاذا جبتهم من الخارج صاروا انبوت للبي دبليو ام جنريتر. البي دبليو ام جنريتر بصير هو بس عباره عن جنريتر للبلسز، بس مش هو اللي بيعمل جنريشن للساين ويف والترينجل ويف. شوف هلا اذا كبستها ايش بصير؟ كبست هاي الانترنال، حطيت اوكي وبعدين رديت كبست عليها مره ثانيه، بتلاحظوا شغلتين صاروا. لا الكارير فريكونسي من الداخل، الساين ويف اللي بتيجي من برا. اوكي ضلت الكارير فريكونسي موجوده في داخل السيستم، بس شو بنلاحظ صار عندي هون؟ انبوت. هاي ايش بدي ادخل؟ ايش تتوقع انت لازم ادخل؟ ساين ويف. مش انت سالتيني المره الماضيه الساين ويف وين تيجي؟ هي بقدر اجيبها من برا صف البي دبليو ام، مش هو اللي بحدد الساين ويف. فاحنا بس الكارير فريكونسي بتضلها مثبته عباره عن ترينجلر ويف فور. الساين ويف بتيجي من برا، هلا احنا بنقدر ندخل ساين ويف من برا. رح نجيب sinusoidal source voltage source. خلينا نروح على اللايبرري، وهي اللايبرري براوزر. وهلا بدنا احنا sources، هي السورس. هذا لاحظوا انه signal مش voltage source، مش voltage source حقيقي signal. مميزين انتم بين الفولتج sources والسيجنالز. السيجنال هي عباره عن اشاره، ما في حاجه لها تو تيرمينالز، لانه احنا البطاريه لو بدي اخذ انا بطاريه فولتج ايش لازم اطلع منه؟ تو تيرمينالز. بس انا كيف عم بطلع من سورس هذا؟ انه هو سيجنال، عباره عن سيجنال. ولذلك السيجنالز بيدخلوا بيطلعوا على اشكال بتشبه هذا المثلث، مثلث داخل ومثلث ثاني طالع. انا مش مبين هون، بس هذا ببين معنا اماكن ثانيه. هذه عباره عن سيجنال، لكن لو رجعتوا انتم على السيم باور سيستمز اذا كان فولتج سورس ما بيطلع منه مثلث، شو بيطلع منه؟ تيرمينالز حقيقيه. اذا خلينا ناخذ الان بدنا فولتج سورس او بدنا ساينوسويدال، هو عباره عشان هيك بصيرش اسميه اصلا فولتج سورس. ما بيطلع منه شو بيطلع منه؟ سيجنال. اللي هو بتتذكروا كورس السيجنالز؟ كورس السيجنالز ما كنا نحكي فولتج او كرنت، عم نحكي عن سيجنال لها شكل وبقدر احللها زي ما بدي بفورير، بس ما كنت اسال هل هي كرنت ولا فولتج، مزبوط؟ طيب اذا ناخذ هلا هون عندي هي ساين ويف، هي صار عندي هون ساين ويف. هلا الساين ويف راح احطها هون، راح احاول ازيح هذا شوي عشان اوسع مكان. هاي هون الساين ويف، خلينا هلا نحط لها، راح نحط لها امبليتيود واحد
عشان الموديوليشن اندكس ايش يكون؟ واحد. البايس الفريكونسي هلا بظبطش انها تكون 1 راديان بير سكند، بدنا اياها ايش؟ 50. بس هو طالب مني ادخلها راديان بير سكند، ايش احسن شيء ادخلها؟ احسن شكل ادخلها فيه؟ احسنت. ليش؟ عشان افهم يعني اللي بتطلع عليها بفهم مباشره شو قصدك. فانت بتحط 2، هلا بدنا نذكر الباي كيف بنحطها. باي بس بي اي مش زي الاكسل، لان الاكسل لازم تحط بي اي واوبن براكت وكلوز براكت، بعدين بنحط هون 50. هلا مبينه هون انها الفريكونسي، مش هيك احسن من اني احط 314؟ طيب هي حطينا، هاي حطينا الامبليتود البايس. البايس اظن اذا بدي اضيف عليها دي سي، احنا ما بدنا دي سي طبعا هون، وفيش اظن فيز شيفت هون. لا ولا في كمان، اذا بدي اغير الفيز شيفت بقدر اغير الفيز شيفت. هلا هذا ما بيهمنا كثير هون، بس اللي شغال وين كريم؟ كريم موجود؟ كريم شغال على مشروع بده يعمل فيز شيفت لريفرنس بحيث انه يخلي السيستم ليدنج او لاجنج بالريفرنس، بس احنا هون الريفرنس رح نخلي زيرو. هلا المفروض هيك السيستم يشتغل احنا بنفس الطريقه، لانه هون احنا رجعنا هاي، ضلت هاي 2000، فضلت الكارير. هلا ام سي قديش؟ بالسهل ام سي 40، بس الام اي قديش؟ 1. نعمل ران. المفروض يطلع لنا نفس الشيء تمام، نفس الشيء تمام طلع لنا. طيب نغير الموديوليشن اندكس. شو بغير؟ هلا تذكروا الساين ويف هي فكره، هي كونسبت، هي مش ساين ويف حقيقيه بقدر اجيب منها باور، مظبوط؟ والا كان لو انها هي ساين ويف حقيقيه وبجيب منها باور، كان ايش بعمل؟ كان بشبكها مباشره. لو هذا ساين هذا وهذا باور ساين ويف، بقدر اسحب منه كرنت واخذ منه 50 كيلو وات او 100 كيلو وات. ليش اغلب حالي بكل هاي؟ كان ايش بعمل؟ باخذ هدول الطرفين وين بحطهم؟ بس انا ما عندي، انا عندي سيجنال سهل اعمل السيجنال بالمايكرو بيسك او المايكرو سي او هذا. ايش بتحط انت؟ ساين كذا تي، ساين ثيتا، ساين ثيتا 1، ساين ثيتا 2، مش هيك بيطلع معك رقم؟ احنا بدنا رقم، هذه هون ارقام، هذا كله كنترولر، يعني هذا ممكن يكون الفريك مايكرو كنترولر. لحد هون، هون في انترفيس، ليش لازم يكون في انترفيس هون؟ لما بطلع من البيك ما بقدر اشغل هذا الاي جي بي تي مباشره، فبده يكون في انترفيس، بده يكون في اوبتو ايزوليشن اذا متذكرين حكينا، ها؟ فهون لازم يكون في انترفيس، احنا هون مهملينه الانترفيس، بالحياه الواقعيه ما بصير نهمله. لازم يكون في باور سورس او انترفيس خاص بهذا وخاص بهذا وخاص بهذا وخاص بهذا، بس يكون نفس الانترفيس. بس هاي هي البيك مايكرو كنترولر او بدك اللي بدك اياه، ايش نوع الكنترولر اللي انت بتستخدمها. اذا عندنا لو بدنا ننزل اللان موديليشن اندكس للنص، او ننزل الموديليشن اندكس لنص القيمه، هلا لاحظوا الكرنت ما بنزل لنص القيمه، هلا بنشوف ليش. راح انزل انا الامبليتيود هون ل 0.5. هلا هذا راح ياثر على السويتشنج. ليش السويتشنج بتغير لما بنزل موديليشن اندكس؟ لانه السويتشنج ناتج عن تقاطع مين مع مين؟ ساين ويف مع تراينجلر ويف. تراينجلر ويف هلا موجوده جوا البي دبليو ام جنريتر، يعني تراينجلر ويف فورم موجوده هون. قديش الفريكونسي تبعتها؟ 2000. الساين ويف جاي من هون، هاي الريفرنس. اذا غيرت الفريكونسي تبعت الريفرنس بتغير الفريكونسي تبع الاوتبوت، اذا غيرت الامبليتيود تبع الريفرنس بتغير الامبليتيود تبع الاوتبوت. فكاني عمالي بقول انه الساين ويف اللي انا بتمنى اشوفها هون هي وين؟ بس شو عمل لي هذا الكنترولر؟ نسخها من هون. ايش عمل فيها؟ نسخها وكبرها وحط لها باور، وهذا مزبوط كانه نوع من الامبليفاير. هذا المفروض اذا عملنا ران يتغير الكرنت، مزبوط، وهو الفولتج راح يتغير السويتشنج تبعه. ايش بنلاحظ؟ هل ال 200 فولت تغيرت؟ البلس 200 والماينس 200 تغيروا؟ لا، لانه الفولتج سورس نفسه. اذا انا ما بقدر اغير الامبليتيود باني اغير هاي. كيف انا اتحايلت حتى اغير الامبليتود؟ غيرت البلسز. هلا اذا طلعتوا على البلسز هذول وقارنتوهم بالبلسز السابقه رح تلاقوا انه هذول انصح من هذول. اوكي؟ فلاحظوا الكرنت شو صار بالكرنت؟ نزل القيمه، نزل، كان تقريبا هون نزل القيمه، لكنه ما بنزل لنص القيمه. ليش ما بنزل لنص القيمه؟ ما انا نزلت الفولتج الفاندمنتال لنص القيمه. لا لا مزبوط، لا مزبوط، الفريكونسي لو غيرتها بتغير الاندكتنس، هون بتغير بنزل تقريبا لنص. خلينا نتاكد قديش عندي الفاليو اللي هون؟ خلينا نعمل زوم عليه. عندي تقريبا 62، مظبوط؟ لا اقل، 54، مش هيك؟ تأكد مرة ثانية. أنا عملت زوم للاتجاه الغلط. نعمل زوم على الإكس ونطلع عليها مرة ثانية. هيها تقريبا قديش؟ 50 52 53، مضبوط؟ نرد نرجع. هلا اكتب الرقم عندك 52 53، الامبليتيود راح ياثر الفريكونسي اللي ما راح تنزل للنص، لانه الاندكتر بس اللي بتغير الامبيدنس تبعته. فنغير هاي مره ثانيه، نرجعها لواحد. هاي واحد. وهي هيك، ونعمل رن.
هيها واضح انها تقريبا اتضاعفت مزبوط؟ تقريبا اتضاعفت يعني يمكن هلا حوالي 125 تقريبا 105 يمكن كانت هناك 52 تقريبا فتضاعفت اوكي؟ فالامبليتود يتغير مزبوط لانه الامبيدنس تبع مش الامبيدنس الامبيدنس تبع الريزستر والاندكتر بضلوا نفسهم مش الفريكونسي نفسها وار نفسه كله نفسه مين اللي بتاثر مين اللي بتاثر بشكل مختلف من الاندكتر والريزستر اذا غيرت الفريكونسي هل بقدر اغير الفريكونسي تبعت الساينوسويد من وين بغيرها من هون مزبوط بغيرها ايش بدي اتغير اتذكر اغير كمان الكارير اغير الكارير 25 راح اغير هاي اغيرها لألف عشان يضل ام سي نفسه هلا شو المفروض يصير الاوتبوت فريكوانسي صحيح 25 لاني غيرت هاي ل 25 خلينا نطلع نشوف هلا بنلاحظ اكثر من شغله تغيرت مزبوط تغيرت الفريكوانسي مزبوط هل تغير هل هي فريكوانسي هاي 25 قد ايش الكثير تبع 25 واحد على 25 قد ايش بعطيني 1 على 25 بعطيني 40 ملي سكند مش هيك 1 على 25 40 ملي سكند هي 40 ملي سكند مزبوط اذا الفريكوانسي 25 مزبوط طيب الكرنت هل ضل على نفس القيمه لا زاد ليش زاد ليش الكرنت زاد ما انا ما غيرتش الامبليتيود ضلت الموديليشن اندكس قديش كان عندي 102 104 تقريبا 105 مزبوط ليش تغير الكرنت غيرت الفريكونسي لما بغير الفريكونسي ايش بتغير بس الامبيدنس الدميه بتغير او الرياكتنس بس تبع اذا متذكرين كان عندي انا هون هاي اندكتر وهي ريزيستر الام اي ما غيرته مزبوط ما غيرت فضل الامبليتود واحد بس شو غيرت غيرت الفريكونسي هذا الرياكتنس هون قديش 2 اوميجا ال مزبوط اكس ال بيساوي 2 اوميجا عفوا جي لا اوميجا اتش مضبوط انا 2 اميجا هي 2 باي اف ال وهذه ايش؟ ار زد شو بتساوي؟ زد راح تساوي هذول الاثنين يعني زد كماجنتيود راح تساوي اوميجا ال سكوير زائد ار سكوير اذا لما بنغير الفريكونسي مش بتغير زد والكرنت هو عباره عن مين على مين؟ فولتج على زد راح يتغير الكرنت نزلت الفريكونسي ايش راح يصير في اوميجا ال؟ راح تنزل ولما قلت شو راح يصير في زد؟ راح تنزل بس في على زد هو اي اذا اي ايش بصير فيه؟ بزيد بس استراحت ما بزيد بنفس الهاي لانه في الار، الار بضل كونستنت فاذا نزلت الفريكونسي للنص ما بتضاعف الكرنت ماشي واضح؟ احنا نزلنا الفريكونسي للنص من 50 ل 25 بس الكرنت قديش زاد من قديش لقديش؟ من 104 لتقريبا 154 او 155 ما تضاعف، ليش ما تضاعف؟ لانه ار ما تغيرت الريزستنس تبعتها، ماشي واضح؟ هلا خلينا اذا بدكم وقف هذا الفيديو يا محمود